التعليق النهائي على هذا الرسم انه بما انه كل الاناليسز اعتمد على انه التيار الارميتشر هو يساوي 1 بير يونت، يعني المحرك ده يشتغل بالريتد كرنت، فالاوبريتنج بوينت انا اشوفها ممكن ان تقع على هذا الخط او اسفل هذا الخط، يعني بمنطقة هنا 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 بهاي المناطق. وما ممكن بالكونتينيوس اوبريشن الاقي الاوبريتنج بوينت هنا بهاي النقطة، هذا الكلام ما ممكن يصير. لكن بحالة الترانزيانت، يعني تدري احنا بداية تشغيل المحرك او تغير السرعة، حالات الانتقالية، حالات الترانزيانت، ممكن ان يمر تيار اعلى من الريتد كرنت، يعني خصوصا بالستارتنج او بلحظات البريكنج او لما اريد اغير اتجاه الدوران مع المحرك، ممكن ان المحرك بهذيك اللحظات يسحب تيار اعلى من الريتد كرنت. لذلك في حالات اللي يسموها الشورت تايم اوبريتنج، ممكن ان القى الموتور يشتغل باوبريتنج بوينت بهاي المناطق. خلينا نترك هذا الرسم ونروح على عندي، طبعا اكو مثاليا مثال 3-1 ومثال 4-1، امثلة مفيدة هي عادة للقوانين اللي طرقنا لها بالشرح، اقروها انتو هاي الامثلة مهمة. راح نروح هسه الى موضوع ال 4 كوادرنت اوبريشن. اذا عندي موتور دا يشتغل واريد اوقفه، اريد اسوي له بريكنج، ايش عندي احتمالات؟ الاحتمال الاول هنا نعطيني اياه بالنقطة الاولى، الاحتمال الاول يقول لي نقطع التغذية الكهربائية عن هذا المحرك، هذا المحرك راح يتحول الروتر مالته الى عبارة عن كتلة للدور بسرعة معينة مخزون بها فت كاينتيك انرجي، تحتاج الى وقت معين حتى تفقد هاي الكاينتيك انرجي ويتوقف المحرك. هاي الطريقة الاولى لايقاف او بريك للموتور. الطريقة الثانية انه اقدر احول المحرك مالتي الى جنريتر، المحرك هو دا يدور احوله بطريقة معينة الى جنريتر، بحيث اقدر اسحب او امتص الكاينتيك انرجي اللي مخزونة بالكتلة اللي تدور للمحرك، اقدر اسحبها وارجعها باتجاه الباور سبلاي. فبهذه الطريقة اذا اسوي مقارنة بين هاي الطريقتين، الطريقة الاولى هي غير مسيطر عليها، ما اعرف الموتور ورش قد راح يتوقف، ولا اقدر اتحكم ب كيفية انخفاض السرعة، الطريقة هي uncontrollable. بينما الطريقة الثانية هي أقدر أتحكم بشكل كامل بعملية البريكنج. زين هسه سؤال، الماطور هو ماطور، شلون حولته إلى جنريتر؟ ممكن تحويل أي ماطور إلى جنريتر ب إنه أقلب التيار مال الأرميتشر. شلون؟ راح أقدر أقلل، هذا الشرح موجود هنا، إذا قللت الأبلايد فولتج إلى فولتية أقل من الإي إم إف، التيار شو راح يصير بيه؟ راح تنقلب البولاريتي. اذا نزلت الفولتيه مال الباور سبلاي مال السورس الى الصفر، راح تصير عمليه انقلاب التيار بشكل اسرع. اذا قلبت البولاريتي مال ابلايد فولتج بالاتجاه المعكوس، قلبت البولاريتي، عمليه انقلاب التيار مال الارميتشر راح تصير بشكل سريع جدا، راح التيار مال المحرك ينخفض الى ان يوصل صفر، وبعدين يبدي يزداد بالاتجاه السالب، وبهاي الحالة المحرك راح يتحول إلى جنريتر، وهذا الأوبريشن يسموه ريجنريتيف بريكنج. شغلت الموتور كجنريتر وحققت عملية بريكنج أو إيقاف لحركة الموتور. هذا الرسم شكل 3-4 هو نفس الرسم السابق، خلي ننتبه، خلي بس نباوع هسه على هذا الربع، هذا ما يسمى بالربع الأول أو الفيرست كوادرنت. هذا الرسم هو نفس الرسم اللي رسمناه سابقا، هذه هي الأرميتشر كنترول ريجن، هذه الفلكس كنترول ريجن. لو نلاحظ هسه هذا الرسم يمثل لي الكونتينيوس اوبريشن أو الريتد اوبريشن،
ذكرت لكم قبل شوية بذاك الرسم أنه ممكن الموتور يقفز الـ operating point إلى مناطق أعلى من الريتد. هذه فراح نرسم فد رسم جديد اللي هو هذا راح أسميه بالشورت تايم ريتنج. الموتور ممكن للحظات زمنية معينة، ثواني أو أكثر من ثواني، ممكن أن يشتغل بهاي المنطقة اللي هي منطقة الشورت تايم ريتنج. فصار عندي منطقتين، منطقة الريتد اوبريشن او المنطقة الثانية اللي هي شورت تايم ريتنج اوبريشن. المهم اني هنا هذا الرسم اللي رسمته كان موجود بالربع الاول، كان التورك موجب والسبيد موجبة. المثال اللي ضربت لكم اياه قبل شوية، تحول المحرك الى جنريتر، ايش سوى؟ التيار انقلب للبولاريتي مالته، وبالتالي التورك انقلبت البولاريتي مالته. الموتور بدال ما كان ينطي تورك، التورك البولاريتي مالته موجبة، الموتور لما نتحول جنريتر قام يسحب تورك، فالتورك تحول الى الماينس، انقلبت البولاريتي مالته. معنى هذا الكلام انه الرسم اللي كنا نرسمه هنا بالربع الاول لازم الى لازم راح ارسم فد رسم ثاني حتى يمثل حالة العمل، عمل المحرك بحالة الجنريتر او الريجنريتيف بريكنج. وين هذا الرسم راح يكون؟ يكون موجود بالربع الرابع. ونلاحظ بالربع الرابع السرعة موجبة، انا ما غيرت السرعة، فقط التورك انقلب من الموجب بحالة الموتورينج الى حالة السالب لما الموتور راح يشتغل كريجنريتيف بريكنج. ايضا عندي مثال اخر لموتور باي تطبيق، مثلا السيارة الكهربائية. بالسيارة الكهربائية الموتور يحتاج انه يدور باتجاهين، اتجاه الفورورد واتجاه الريفيرس. زين، هذا وين راح يظهر بهذا الرسم؟ هذا هو اذا نفرض هذا الربع الاول هو اتجاه الفورورد، فاتجاه الريفيرس راح يكون بالربع الثالث. هذا راح اسميه ريفيرس موتورينج، على فرض انه هنا الفورورد موتورينج. إذن الرسم هذا اللي بديناه بالربع الأول بدأ يتوسع، انتقل إلى الربع الرابع وممكن أن ينتقل إلى الربع الثالث. أيضا الموتور لما بده يشتغل بحالة الريفيرس موتورينج ممكن أسوي له بريكنج، فالعمل راح ينتقل إلى الربع الثاني اللي هي منطقة الريفيرس ريفيرس ريجنريتيف بريكنج. إذا بعد الأي درايف سيستم ممكن أنه أرسم منطقة العمل للمحرك تقع ضمن الفور كوادرنت، ضمن الأرباع الأربعة، هذا الربع الأول، ثاني، ثالث، الرابع. هذا الرسم راح أختصره بجدول وأشوف ما يلي. خلينا ننتقل إلى الجدول رقم 3-1. هذا الجدول ذاكر لي المناطق العمل الأربعة: فورورد موتورينج، فورورد ريجنريتيف، ريفيرس موتورينج، وريفيرس ريجنريتيف او ريجنريشن. كل ربع ذاكر لي البولاريتي مال سبيد والتورك. نلاحظ هنا بالربع الاول زائد بزائد، ربع الثاني زائد ناقص، وهكذا. ها هي الاربعه الاربعه. نلاحظ انه كل موتور ممكن ان يشتغل بالاتجاهين، يعني السرعة ما تكون بواحد من الاتجاهين، والتورك يا اما يكون بوزيتيف لما يكون موتور، وممكن ان يكون نيجاتيف لما يشتغل كريجنريتيف بريكنج. وبالتالي الباور هي حاصل ضرب الاوميجا، السرعة في التورك. فايضا الباور للمحرك هذا ممكن ان تكون موجبة لما دي يشتغل موتور، وممكن ان تكون سالبة لما دي يتحول عمله الى جنريتر. هنا ذاكر لي فد مثال انه اني عندي موتور دا يشتغل عند نقطة عمل معينة، واريد اقلب اتجاه الدوران او اتجاه الدوران مال الروتر بالاتجاه المعاكس. شنو اللي راح يصير؟ خلينا نروح للرسم هذا، فيجر 3-5.
هو هذا هم رسم بي 4 كوادرنت. طبعا بما انه انا عندي تغير سرعة وبريكنج والى اخره من هذه الامور، راح اخذ الرسم اللي هو الشورت تايم لوكس او الشورت تايم ريتنج، وراح الاحظ انه نقاط العمل راح تكون محصورة ضمن هذا الاطار ضمن الشورت تايم ريتنج. الاوبريتنج بوينت للموتور مالتنا موجودة حاليا